حاليا موجودين ضمن مساحة صديقة للطفل في بنيش، اللي هي عبارة عن فعالية رسم وأعمال يدوية. هذه الفعالية تم تنظيمها في جميع المساحات تبع منظمة شفق، والهدف من الفعالية أنه نعزز ثقة الطفل في نفسه، وهذا الشيء كمان بيزيد روح التعاون عند الأطفال. خلال هالشهرين كانت كافية، وبظن وبنحظن هذا الشيء أنه كافية من خلال الأعمال اللي لاحظناها في المعرض، كثير أعمال حرفية وممتازة ولاحظنا فيها إبداع كثير كويس من قبل الأطفال. كان هدفنا من هذا المعرض نرسم البسمة على وجوه أطفالنا ونزيد ثقة الطفل بنفسه من خلال عرض أعماله للمجتمع ولمعلميه، وكمان كل الشكر والتقدير لأهالي الأطفال اللي ساهموا معنا في إنجاح هذا المعرض. مبسوطين كتير لأنه انفتح هذا المعرض، وأنا اشتغلت إشارة المرور ورسمت لوحة، ونحن بنشكر الآن ساعات كتير لأنه ساعدونا.